ورعايته. بسم الله وعلى بركة الله بدأ الانتشار في هذه الصورة الرائعة وفي هذه الصورة الجميلة التي نشاهدها من خلال هذه المتابعة وهذه الانطلاقة. نتمنى للجميع التوفيق والسداد والنجاح. على البركة مشاهدين ومتابعين الكرام، نسير مع هذه الانطلاقة، نتعرف على هذه الأسماء التي صالت وجالت بشعاراتها في عالم الأصايل، مباشرة مع الصدارة الأولى ومع المقدمة الأولى واللي في المركز الأول، حيث تتقدم هذه الأسماء وتسير أيضا طاعة لأحمد بن حمد بن مبارك بن رغاش الشامسي، يتقدم مع طاعة هي على المركز الأول وطاعة هي على الصدارة الأولى، يتقدم أيضا في هذا الاندفاع ويتقدم في هذا الأداء الكبير والتحدي المثير على المركز الأول. المركز الثاني نو عيسى بن علي بن سعيد بن دري المنصوري، يقدم لنا نو اندفاعاتها المعهودة، يقدم لنا نو شعارها الجميل التي دائما تسجل انطلاقات مميزة من خلال متابعة مسلم بن علي بن دري المنصوري، يقدم لنا هذا الاسم النقل مباشرة إلى المركز الثالث. هذه دمعة عماد بن غريب بن سعد الينيبي، يقدم لنا دمعة خذت المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع وصلت زعفران لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، يقدم لنا زعفران اللي خذت المركز الرابع في هذا الأداء والتغيير الذي جرى وطرى من الزاوية الأخرى. الوصول من وسام سعود بن خلفان بن سعود الخاصوني الاكتبي، بدأ يغير من خلال تواجدي وسام هنا. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، في هذه الاندفاعات القوية والعملاقة أرى شعار آخر قادم بكل قوة أيضا، بدأ يغير. هذه مذيار، هذه مذيار القادمة والواصل السيف بن محمد بن هزيم المسافري خذت المركز السادس، بينما المركز السابع أيضا هناك يتقدم خالد بن عبد الله بن مايد الخاطري مع الظبي اللي خذت المركز السابع في هذه اللحظات. المركز الثامن هذه هملولة، هملولة علي بن مبارك بن علي الراشدي أيضا قادم بكل قوة بأحد الأسماء القوية والعملاقة التي بدأت تشكل هذه الانطلاقة. هذه هملولة والقادمة من أرماح بالفعل أيضا تقدم أداء متميز مع علي بن مبارك بن علي الراشدي، أيضا يقدم نجومية رائعة، وأبناء الوثبة ينتظرون السلام وأبناء رماح ينتظرون السلام مع هذا الشعار. بينما الوصول والدخول من غند سالم بن محمد بن مترف الطنيجي وصل مع غند وقدم لنا اسم قوي وجميل وفنان للغاية. الوصول الآخر هذه اللؤلؤة لحمد بن غالب سلطان الهديفي الكواري اللي بدأ يقدم لنا اللؤلؤة في هذا الشوط الجميل. هنا نقل إلى المركز التاسع حيث أجد دمعة محمد بن أحمد وعوانة المنصوري، يتقدم محمود الينيبي في متابعتها راعي عرقة. نتمنى لها التوفيق ونتمنى لكل المشاركين الفوز والانتصار. أرى شعار الشبل واصل يقدم لنا النصيبة سالم بن حمد بن دري الفلاح الذي يعرف مسايرة أيضا سن الكبار جيدا، يعشق المنافسة في الصباح وفي المساء بالفعل. نتمنى للجميع التوفيق ولهذا الشعار الذي أيضا شيد قلعة من الرموز والسيوف والذي يعرف طريق المنصات جيدا، بو حمد ومضمر الشبلة والعديد من الأسماء. فمرحبا يا بن دري بشعارك الجميل مع هذه الانطلاقة ومع هذا التحدي. هذه النتيجة الأولى، هذه النتيجة المبدئية. كالعادة نو، كالعادة نو هي على صدارة على المركز الأول. عيسى بن علي بن سعيد المنصوري يتقدم في مقدمة هذا الشوط وفي المركز الأول، يأتي من خلال هذا الاندفاع أهالي الختم في انتظار السلامات ومع نو التي تعودهم دائما وأبدا في هذا الشعار. هذه هي نو على المركز الأول. المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز، الدخول هناك من طاعة أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي، يتواجد في هذه اللحظات، يتقدم من خلال هذا الأداء الجميل
جميل، هناك حمد بن مبارك بن معيوف الوهيبي أحد شبابنا المضمرين والمبدعين الذي يرافق أيضا طاعة في هذه الاندفاع دمع القادمة القادمة من السلطنة القادمة من السلطنة. والقادم هناك عماد بن غريب بن سعد لنبي يقدم لنا انطلاقة دمعة، هذه دمعة تنضم إلى المثلث الذهبي. يا سلام يا سلام، هناك أيضا الصدارة نوة طاعة ودمعة ثلاثية جميلة للغاية. المركز الرابع أهالي الخوانيج قادمين واصلين من خلال تواجد اللي هي زعفرانة سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يتقدم. وصل الطنيجي، وصل الطنيجي مع غند سالم بن محمد بن مترفة. الطنيجي أبناء ميدان السوان ينتظرون السلام، يا الطنيجي ينتظرون السلام من خلال هذه المتابعة ومن خلال هذا الاسم بن مترف الطنيجي يتقدم في هذه الاندفاعة، يتقدم ويأخذ المركز الرابع. المركز الخامس اللؤلؤة تتقدم لحمد بغانب سلطان الهديفي الكواري، وصل وخذ المركز السادس في هذه اللحظات. بينما المركز السابع القدوم من دمعة الواصلة في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، محمد بن أحمد بوعوانة المنصوري خذت المركز السابع. بينما المركز الثامن هذه عز لسهيل بن مبارك بن مرخان الاكتبي، أول لدى لعز، أول إذاعة لعز أيضا بعدما دخلنا 4 كيلومترات الجديدة وانقضت 4 كيلومترات. وصلت النصيبة ليتقدم مشاهدين الأعزاء سالم بن حمد بن دري الفلاحي يقدم لنا النصيبة في انطلاقات هذا الصباح الجميل. وصلت النصيبة، بدأت تنصب نفسها إلى المراكز الأمامية بشعارها الجميل. بينما الدخول الآخر والوصول هناك من وسام سعود بن خلفان بن سعود الخصوني الاكتبي يقدم لنا وسام. مرحبا بسمحة وخليفة بن ضبيب بن سليمان الشامسي يقدم لنا سمحة، يقدم لنا سمحة، يتقدم من خلال هذا الأداء المتميز. دخول آخر هناك من مياسة عبد الله بن علي بن نواس الاكتبي، وصلت مياسة العود وتقدمت من خلال هذه المنافسة. يا سلام يا سلام يا سلام، الأسماء قوية عملاقة خطيرة. أرى الزمير، وصلت لسعيد بن يابر بن عبد الله، يتقدم بو حمدان ليقدم هذه الانطلاقة القوية والعملاقة مع الزمير في هذا الشوط. وهناك اسم جديد، هادي طواري خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة، وصل بن حلوكة يتقدم بنوعياته الفاخرة التي عودنا عليها دائما وأبدا في هذه الانطلاقات. هذا نيدان الثاني، جسر العبور وانقضى، جسر العبور وانتهى. نبدأ بانطلاقة مميزة واندفاع سريعة في أول أشواط الحول المحليات الأصايل. طاعة يا طاعة، طاعة على المركز الأول. أحمد بن حمد بن مبارك بن رغاش الشامسي يتقدم مع طاعة في هذه الاندفاعة، في هذه الاندفاعة على المركز الأول والأداء المتميز. هذه هي طاعة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام من البداية وهي في الصدارة تسير أيضا بشعار أبو فيصل. أيضا تتقدم أحمد بن حمد بن مبارك بن رغاش الشامسي على المركز الأول والأداء الأول. وصلت أيضا المركز الثاني، هذه أيضا دمعة عماد بن غريب بن سعد الينيبي يتقدم بشعاره الجميل، يتقدم بشعاره المميز على المركز الثاني. النوف المركز الثالث أيضا يتقدم، هناك عيسى بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. يا سلام يا بن دري، يا سلام يا بن دري، أيضا يقدم لنا انطلاقاته. زعفرانة خطيرة، زعفرانة خطيرة. أيضا يتقدم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يقدم لنا زعفرانة. هناك الطنيجي يتقدم بن مترف، ياتي بن مترف الطنيجي. سالم بن محمد بن مترف الطنيجي يقدم لنا غند، يقدم لنا غند.
أيضا يذكرنا باسم جميل الله الخمس المراكز الأولى، ولكن الهديفي حمد بغانب سلطان الهديفي يقدم اللؤلؤة واصلة بكل قوة، واصلة بأداء متميز وجميل. هنا اللؤلؤة بدأت أيضا تندفع من خلال وتنضم إلى المجموعة الأمامية، الست المراكز الأولى المتقدمة الخطيرة بن دري وصل مع النصيبة سالم بن حمد بن دري الفلاحي. جماهير عميقة لهذا الشعار وكبيرة ومحبين مع بن دري، بينما الزمير وصلت أيضا بجماهيرها وبشعار أيضا سعيد بن يابر بن عبد الله. يتقدم الشقي ليقدم لنا اندفاعة قوية وتحدي مثير مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقة. هناك أيضا يتقدم مع عز هيل بن مبارك بن مرخال الكتبي ووصول من دمعة، وصل أيضا حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا راهية، أول إذاعة لراهية أيضا تقدمت من خلال هذه المنافسة. نذهب إلى الكيلو متر الأخير، أيضا فتحنا هذه البوابة والاتجاه إلى المنصة يا طاعة، إلى المنصة يا طاعة. حمد بن مبارك بن معيوف الوهيبي يقدم انطلاقة قوية بشعار أحمد بن حمد بن مبارك بن رغشة، شعار بوفيصل، شعار بوفيصل. بدأت الاندفاع مع زعفرانة سعيد بن عبيد بن خليفة، يتقدم الحميري الله، والطنيجي وين الموقع؟ منطقة أعلام الخليج، منطقة أعلام الخليج، ما شاء الله. هناك الصدارة، هناك المركز الأول، هناك المقدمة مع طاعة أحمد بن حمد بن مبارك بن رغاش الشامسي. بوفيصل من يقدم اندفاع لهذا الشعار، بينما زعفرانة سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري على المركز الثاني، ولكن طاعة على الصدارة. الخمسمائة متر الأخيرة أيضا الطريجي مع غند، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول، إلى طاعة على الصدارة، طاعة على المقدمة الأولى، طاعة على الصدارة، على المركز الأول، على المقدمة الأولى، على المتابعة الأولى. يتقدم أيضا هذا الاسم، يتقدم هذا الأداء المتميز والرائع مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام من خلال هذا الأداء المتميز والرائع. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام يأتي بهذه الانطلاقة. إذن هنا وصلت زعفرانة، ولكن طاعة أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي. تهانينا لبوفيصل، تهانينا على هذا الفوز وللمشرف هزاع على هذا الأداء. شكرا حمد بن مبارك بن معيوفة أيضا لهيب المركز الثاني. وصلت فيه زعفرانة أيضا سعيد بن عبيد بن خليفة الحمير المركز الثالث. غند سالم بن محمد بن يطرف الطريجي مركز الرابع. الزمير لسعيد بن يابر بن عبد الله والمركز الخامس. وصلت نو عيسى بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. إذن طاعة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام تهدي شعار بوفيصل وتهدي أبناء البوابة 11 هناك في عزوة بوفيصل هذا الفوز. أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي تهانينا والناموس 12-28 وأربع أجزاء من الثانية. شكرا على المتابعة يا هزاع، وشكرا حمد بن مبارك بن معيوف على التضمير. 12:29 خمس أجزاء من الثانية زعفرانة أيضا لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري 12:29 ثمان أجزاء. غند سالم بن محمد بن مترف الطنيجي المركز الرابع. الزمير سعيد بن يابر بن عبد الله من قدم الزمير ب 12:35 وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا لأبو حمدان على هذا الفوز. بينما المركز الخامس كانت نو عيسى بن علي بن سعيد بن دري المنصوري، قطعت المسافة ب 12:44 وتسع أجزاء من الثانية. ينطلق بحفظ الله شوط المهجنات والزميل أبو خالد حمدان اليحافي. شكرا زميل سالم الحبسي.